مساء الخير معكم يا شباب عفيف هنا. عارف لما يجي حد خمسينات كده ويحسسك ان هو شارك في استراتيجيات حرب 56 والجحد الهلامي اللي عمل كده ويقول لك ايه اخرهم ايه شويه العيال على النت دول يعني ها فالح بس كل واحد يكتب لي كلمتين على الفيسبوك والتينيتر. مثلا القطه اللي كانت محبوسه في محطه محمد نجيب وبقى لها 5 سنين ومش عارفين يطلعوها عشان مش عارفين يطلعوا قرار من امن المحطه وبتاع، طلعت لما القضيه بتاعتها انتشرت على السوشيال ميديا عن طريق شويه العيال اللي قاعدين على النت دول. المدرس مثلا كان بيضرب العيال في ابتدائي برضو اتحول واتجازه عشان ده بتاعته برضو انتشرت على السوشيال ميديا. الواد اللي كان تايه عند محطه الزهراء برضو كان نايم جنب المحطه كده، خدوه ونضفوه جابوا له لبس كويس وبتاع ودوه دار الارمان لغايه ما حد من اهله يتعرفوا عليه عشان واحده كتبت عنه في الفيسبوك وبتاع ونشرته على السوشيال ميديا. حتى صدام احمد شيبه. لا 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 مش متذاكر. لا بيعملوا على النت وصاروا هنا وبتاع وبياخدوا فلوس على الكلام ده هو عشان الهزه بتاع السوشيال ميديا، ودي حاجه حلوه على فكره مش حاجه وحشه. شويه العيال على النت دول وزنهم تقيل جدا، يعني مثلا لولا صوره خالد سعيد اللي انتشرت على السوشيال ميديا وكده ما كانش فيه لا ثوره ولا الكلام ده حصل ولا بتاع ده، وكان كله مش ورا قصه يعني كان معاه لفافه من البانجو وكان خايف من اتنين مخبرين فراح بلاح عشان وفرح جاله افتكاس الخنة. وكانت الناس بعدها تقول لك ايه احسن يا عم ده حشاش وبتاع وايه هوبا، سبحان الله الحشاش يستاهل يموت. لوجيك برضه قضيه شيماء الصباغ اتحكم فيها بسرعه عشان الصوره بتاعتها اللي هي بغض النظر بقى عن طب الشرع الجميل بتاعنا انه قال انه جلد البنت نحيف بتاع، فهو بيضرب الخرطوش ما كانش عامل حسابه على ان البنت جلدها المفروض برضه تبقى متغذيه قبل ما تنزل تتضرب، يعني خلينا عندنا ايه منطق شويه. هو الراجل لو كان يعرف كان ضربها باكواز البلاستيك الحاره التي لا تقلب. فانا سبحان الله في قضايا كده ايه بيجي لك الطب الشرع فيها قال لك ان ايه الراجل ضرب 36 ضابط وشال 160 جندي على كتفه حتى من رصيفه وكلها، بس معذور برضو يعني جهاز الاحراس بتحتوي على فيديوهات جي تي اي الجديده ولا حاجه وارد برضو. تعرف دلوقتي ان في مثلا بتاع 60,000 واحد قاعدين في اوضه كده بيعملوا برين ستورمنج عشان يظهروا لك اعلانات تجيب لك هنا على الفيسبوك وعلى تويتر وبتاع ده، وقاعدين بيفكروا ازاي الاعلان ده يطلع عشان انت بالنسبه لهم بتسوي فلوس كتير جدا، وتاثير السوشيال ميديا على الواقع تاثير قوي جدا. انا اخوانا لو اضمن ان انا عندي قاعده جماهيريه محترمه كده وانزل فيديو يلاقي بقى 6000 شير ولا 6000 بيج نقل الفيديو من هنا وبيتريقوا عليه وصاحبي والكلام دوت كنت حلت لكم مشاكل الجواز بكره. يعني تخيل مشكله الجواز اللي عامله لكم التعقيد دي احلها لكم بكره والله، خلي كل الناس تتجوز سبحان الله. وعلى فكره الكلام ده مدروس، انا ما بقولش اي كلام. خد القاعده دي، اي حد له صوت على السوشيال ميديا وبيأثر في الناس هيتم تشويهه واختيار بديله على طول. قاعده كده خدها على طول، اما بقى يلفوا له مكالمه جنسيه يطلعوا ماسوني عميل اجنبي رفعوا عليه قضيه ب 50 مليون جنيه بس عشان كان شاهد على عقد، اي حاجه فيها تشويه وخلاص صرفوا دم قلبهم عشان يعملوا بديل للناس. لو مثلا يجيب لك ايه بالبوردات على اكتوبر وبتاع 6000 برنامج توك شو يطلع مره واحده عشان يعملوا لك بديل عن السوشيال ميديا اللي هم بيخافوا منها. فانتوا شجعوا بعض، اللي مثلا يلاقي حد بيعمل كونتنت او حاجه اعملوا له شير اعملوا له لايك، ما حدش يستطفي او يستخف في الكلام ده وما تحبطوش. كل ما بنحبط كل ما بنحس ان احنا كتلتنا صفر، فتلاقي ايه اصوات زي بتاعه التلفزيون اللي هي بتظهر دلوقتي يعني سبحان الله. هو ده مثلا اللي يخلي واحد زي توفيق بطل قومي، يعني تخيل توفيق بطل قومي مش يا ولي. شويه العيال على النت دول غيروا حاجه بقى لها 30 سنه ما تتغيرش، ما كانش حد يجرؤ يغيرها ما تحبطوش. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي.